المزيد معنا من واشنطن السفير حمدي صالح، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. أهلا بك معنا سيد حمدي. بداية، تصاعد الاحتجاجات الجامعية الطلابية نصرة لغزة في أغلب الولايات الأمريكية، وصل العدد إلى أن تشمل 75 جامعة، رغم التعامل الأمني البحت والعنف الذي توجهه أجهزة الشرطة لهؤلاء الطلاب، إلا أن النتائج ربما يظهر أنها تأتي بشكل عكسي. إلى ماذا يؤشر هذا الأمر؟ أولا يجب أن نتذكر أن المظاهرات التي اجتاحت الولايات المتحدة في 3 أشهر السابقة مظاهرات حاشدة ضخمة جدا مؤيدة للحقوق الفلسطينية ومؤيدة للعدالة، وبالتالي ده امتداد لهذا الخط. يعني عندما يتحرك الطلاب في جامعتهم بهذا الشكل امتداد لما كان يحدث في المجتمع الأمريكي ككل، مجتمع الأوروبي والعالمي يعني بشكل عام. ولكن هذا ايضا يذكرنا من ناحيه اخرى بالانقسام الحاد الذي يحدث الان في المجتمع الامريكي، انقسام واضح للمعالم تماما. هناك الجيل الذي يؤمن بان العداله يجب ان تاخذ مكانها، هناك جيل اخر او عدد من الجيل الاخر يعني ما زال مقتنعا بما يسمى بالبرين ووشنج، الافكار التي طرحتها الاسرائيل وطرحتها المجموعات المقيده لاسرائيل. هذا يذكرنا ايضا بما حدث في اثناء حرب فيتنام. أثناء حرب فيتنام كانت الجامعات هي المقرات الأساسية للاحتجاج على الحروب وعلى استخدام الحرب لتحقيق الأهداف السياسية. وبالتالي أعتقد أن هذا التحرك والتوسع اتساع دائرة الاحتجاجات في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية في أمريكا، لأنها ليست فقط حتى في الجامعات بل أيضا في المدارس. يعني يحدثني بعض الطلاب أن في مدارسهم كان هناك أيضا خلاف حول وضع بعض المعلومات عن ما يحدث في فلسطين، ورغم أنه في النهاية اعترفت المدارس بأهمية هذا وقدمت بعض التنازلات، إلا أن ما زال هناك هذا الانقسام الخطير. أنا أعتقد أن هذا سيؤثر تأثيرا كبيرا على النخبة الأمريكية، وخصوصا نحن في مرحلة الانتخابات، وبالتالي هناك تأثير بالغ الخطورة على الإدارة الأمريكية الحالية. كيف تستطيع أن تخرج من هذا المأزق؟ طيب، خصوصا جيت على انها ذكر يعني الحرب قطعت فيتنام. قطعة صعبة. نعم سيد حمدي، جيت على ذكر حرب فيتنام، ربما في مقارنة مع ما يشهده الشارع الأمريكي الطلابي في هذا الوقت، ولكن يعني كانت في وقتها لها تأثير على الحرب ربما وترجمت سياسيا. الآن لا يلاحظ أي ترجمة سياسية أو تأثير لهذه التظاهرات الطلابية على أروقة القرار الأمريكي، برأيك لماذا؟ يعني هو الوضع طبعا بتاع حرب فيتنام كان وضعا مختلفا، لانه استمر 11 سنه، الحرب في فيتنام استمرت 11 سنه، وبالتالي العمق الذي وصل اليه تاثير المظاهرات دي كانت عمقا كبيرا. ولكن الان هناك انقسام في الاداره الامريكيه نفسها وفي الكونغرس، ورغم ان هناك في تاييد كبير جدا في الاعلام للموقف الاسرائيلي ومحاوله لتبرير التصرفات الاسرائيليه، الا ان هناك من يعارض هذا. وبالتالي يعني إلى حد كبير تحاول إدارة الرئيس بايدن أنها يعني تخرج من هذا المأزق، مأزق خطير، لأن هذا المأزق ليس فقط مرتبطا بموقفها تجاه فلسطين وتجاه غزة وتجاه العدوان على غزة، وإنما موقفها من القضية الأساسية وهي حرية التعبير وهي العدالة. النقطتين دول ما زالوا يعني يمثلوا نقطتين خطيرتين في مواجهة الإدارة الأمريكية. وعندما يقف المتظاهرون ويعترضوا على كلام الوزير الخارجية ووزير الدفاع وما إليه، ده له تأثير كبير. تحاول الإدارة الآن الخروج من هذا المأزق، وبالتالي هناك تأثير على الخط السياسي. هذا التأثير ليس بالدرجة الكافية ولكن بيتطور تدريجيا. من فترة قصيرة كان التأييد الأمريكي لإسرائيل مطلق، الآن تغير الموقف، تغير لحد طيب، كبير كيف ستحاول وسيتغير أيضا. الإدارة الأمريكية سيد حمدي الخروج من هذا المأزق؟ الموازنة بين التعامل مع هؤلاء الطلاب والذين لهم تأثير ربما وحضور في المشهد الانتخابي ونحن في سنة انتخابية، وبين الدعم الذي قررت إدارة بايدن أن تتخذه منحا استراتيجيا واضحا تجاه الحرب في غزة وتجاه دعم نتنياهو. كيف يمكن أن توازن هذه الإدارة ما بين الأمرين؟
يعني هو دلوقتي التحرك الامريكي مستمر في انه محاوله الوصول الى اتفاق مبدئي لوقف اطلاق النار واطلاق الرهائن وما اليه، وطبعا هناك المبادره المصريه وتؤيدها الدبلوماسيه الامريكيه. هذه المبادره قد تصل الى بعض النتائج الايجابيه، ولكن النقطه الاساسيه التي يجب ان نشير لها هي ان الاداره الامريكيه لا ليست فقط في مواجهه المشكله الحقيقيه الماساويه بتاعت غزه، ولكن ايضا في مواجهه قضيه ما هو موقفها وهي الإدارة الديمقراطية من العدالة، من قضية العدالة ومن قضية حقوق الإنسان. إذا كانت قوات الأمن تتدخل لمواجهة الطلاب في الجامعات بهذه الشكل، فده طبعا خرق للمبادئ الأساسية للدستور الأمريكي التي يقر حقوق الإنسان. عندما ذهب رئيس مجلس النواب جونسون إلى جامعة كولومبيا وهاجموه الطلاب فقال لهم استمتعوا بحرية الرأي. يعني هناك إقرار بأن هناك خرق للحقوق الأساسية للإنسان، بأنك أنت حقوق الإنسان في التعبير. أعود مرة أخرى إلى أن هناك محاولة مكثفة من الجانب المصري، والجانب الأمريكي يأمل كثيرا فيها، والإسرائيليون يأملون أيضا كثيرا فيها، وأرجو أن يكون حماس عندها أمل كبير فيها. في ماذا؟ لأنها هي النقطة الوحيدة التي يمكن أن تخرجنا الآن من المأزق الحالي الخطير الذي يواجه الطرفين، الطرفين سيكونوا خاسرين. إسرائيل ستخسر كثيرا لو حاولت التدخل في رفح او اجتياحها، ليس فقط لانها عمليه عسكريه، وانها ايضا ستكون نهايه المصداقيه والوضع السياسي لاسرائيل عالميا بعد ان يعني تاثرت تاثرا خطيرا طيب سيد حمدي، في الراي العام العالمي وفي انطلاقا من هذه المعطيات وبناء على الوضع في داخل الجامعات الأمريكية وما يشكله تظاهرات الطلاب المناصرة لغزة من ضغط على إدارة بايدن، في إشارة أيضا يشير مستشار الأمن القومي الأمريكي لأنه يعتقد أن هناك زخما جديدا في محادثات الرهائن ربما يوصل إلى صفقة، هل باعتقادك يعول على الإدارة الأمريكية على في أن تضغط باتجاه الوصول إلى صفقة هذه المرة؟ بالتأكيد. أنا إحساسي من واشنطن هنا أن الإدارة الأمريكية في مأزق خطير، وأن الإدارة الأمريكية تحاول بكل القوة أنها تصل إلى حل ولو مؤقت للقضية، بحيث أن يبقى فيها وقف إطلاق النار ثم محاولة لفتح الباب للحديث عن حل سياسي. فبالتالي الإدارة الأمريكية تريد أن يكون لديها موقف إيجابي لكي يكون وضعها الانتخابي أفضل، وليكون وضعها في الاقليم ايضا. يعني الموقفين، موقف الولايات المتحده في الاقليم بالغ السوء، وموقف الولايات المتحده والحكومه الاداره الديمقراطيه داخليا بالغ السوء. وبالتالي هناك محاوله جاده من جانب انتوني بلينكن وزير الخارجيه، ومن جانب الاداره ككل والرئيس الامريكي نفسه، ان تضغط للوصول الى هذا. ولكن هناك عقبة خطيرة وهي موقف نتنياهو. يعني أنا وصلني أن في اللحظات الأخيرة الآن ما زال نتنياهو متحفظا على المبادرة المصرية، رغم أن هذه المبادرة يعني تقدم له طوق النجاة هو والحماس معا يخرجوا من هذا المأزق. يعني سيكون هناك مأساة لو حدث اجتياح لرفح من الجانبين، وبالتالي نحاول أن نخرج من هذا المأزق الخطير. وأعتقد أن نعم الإدارة الأمريكية ترى في هذا هو الفرصة الأخيرة للخروج من هذه المأساة. من واشنطن السفير حمدي صالح، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، شكرا جزيلا لانضمامك.